بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله معانا المحاضرة الخامسة في الكيمستري اوف داين. هنبدأ نشوف مع بعض حاليا فكرة الكالر فاستنس والعوامل المؤثرة على أي فايبر تم صباغتها في المصنع. طبعا أي منتج المصنع بيخرجه لازم يتم اختباره، هل هو مناسب للسوق ولا لأ، وهل هو هيكون ذو جودة عالية ولا لا. فده بيتم عن طريق ان هو بيتم عمل بعض المؤثرات او التجارب على الفايبر دي ويشوف تأثير بعض العوامل. زي ايه كده؟ نبدأ نشوفها مع بعض حالا بحيث ان انا اشوف درجة اللون ده هتقدر ان هي تبقى مناسبة للمستهلك، هل هي منتج مناسب للخروج من المصنع ده ولا لا. فبالتالي في الحالة دي هبدأ أشوف إيه هي العوامل اللي ممكن تأثر لي على الفايبر. تعالوا نشوف كده مع بعض. من العوامل دي بقول العوامل للكالر فاستنس تو واشينج، عملية مقاومة الغسيل. الغسيل لما بضيف على المادة بتاعتي مسحوق وأبدأ أغسل، هل المسحوق ده مادة حمضية مادة قاعدية، هل بتأثر على الضاي بتاعتي المسبوق بيها القماش ده. تاني عامل اللي هو فاستنس تو لايت، وتأثير الضوء على الفايبر بحيث ان لما تسقط على الفايبر هل بيأثر الضوء ده بحيث انه يخلي فيه اللون بتاعي متدرج حصل بهتان للون. فاستنس تو سبليميشن، طبعا سبليميشن فكرة ان انا بعرضه للحرارة زي عملية الكي للملابس ده، ببدأ أشوف درجة تحمل هذه الصبغة على الفايبر. بعد كده بقول فاستنس بير سيبريشن، بقول عملية التعرق، يعني لما بيبدأ يشوف الملابس دي مع اللبس في الصيف هل بيحصل تعرق ويأثر على اللون، واللون ده بيطبع على الهدوم او بيؤثر عليها او بيخرج من القماشه نفسها. الفاستنس تو رابينج، عمليه الاحتكاك، مجرد احتكاك الفايبر دي الضاي بتاعتي بتخرج منها، هل بتبدا اللون يتاثر معايا او درجه اللون تخرج او تقل. فكل ده تاثير على عمليه الايه التصنيع للفايبر. يبقى لازم ادرس عمليه الغسيل، عمليه تأثير الضوء عليها، تأثير الحرارة عليها، فكرة التعرق وخروج العرق في الصيف، عملية احتكاك اللي موجودة على القماشة دي هتأثر معايا على اللون ولا لا. بالنسبة لأفكار أو فكرة عملية تأثير الفاستنس، يعني مثال مثلا اللي قدامي عندي قماشة فيها قطعة اهي ملونة باللون الأحمر، بيقول ان هو ما اثرش عليها، يعني هو مثبت كده على قماشه بيضه بحيث ان هو يشوف التاثير. فجايب القماشه دي وحطيتها على قماشه بيضه وبيبدا يشوف عمليه ايه تاثير هنا على الفايبر، يعني او خلينا نقول جوده الفايبر دي. فبيبص لقى لما اثر عليها لقى الكالر بتاعي او الفاسترز بتاعتها مش كويسه، بحيث ان هو لقى اللون حصل له بهتان او خروج على الجزء الابيض دي. يعني انا عندي ده معناه ان صباغه اللون الاحمر للفايبر ديت مش مناسب او مش بجوده كويسه، فده اثر على الفايبر وخرجت بالجوده دي، بحيث انه لما يتم غسلها يحصل عرق، يحصل اي نوع من انواع الفاسترز بتاعتي بتخرج اللون من الفايبر بتاعتي. اما الجزئيه الثانيه او الصوره الثانيه المتدرجه في الالوان، عندي الثابت بتاعي اللي هو الالوان اللي على الشمال دي كلها، ده الاساس بتاعي او اللون بتاعي. مجرد ما اتعرض لليو في لايت لاحظ ان حصل بهتان في درجات اللون، يعني اللون بدا يحصل فيه التدرج، اختلف. كان اخرها مثلا اللون الازرق، بدا بعد اللايت حصل انه خرج اللون اخره رمادي، فبالتالي بهت اللون مع الضوء. يبقى دي نتائج
سيئة لنوع الفايبر ده، او بقول على سوري الدايز اللي استخدمت في صباغة هذه الفايبر ليس بجودة عالية، وبالتالي لازم يتم استرجاعها للمصنع عشان يتم صباغتها بشكل اوضح بشكل افضل طبعا من اللي موجود ده. طيب نشوف مع بعض بقى الفكرة اللي بيعملوها عشان يبدأوا يقيسوا، أو القياسات اللي بتتم، أو الطريقة المستخدمة في إن هم يقدروا يعينوا الفاستنس بتاعة القماش أو التكستايل. هنبدأ نشوف مع بعض دلوقتي إن إحنا الكولر فاستنس دايما بنعمل لها عملية تعيين أو اختبارات على حسب تغير الكولر بتاعي أو الستيننج، اللي هو فكرة تغير اللون أو حصول عملية اللي هي خلينا نقولها كده بالعربي اللي هي فكرة التلطيخ الألوان، يعني مجرد ما بيحصل لها تلطخ باللون أو إن اللون بتاعي زي اللي حصل في القماشة اللي قبل كده، ان اللون الاحمر خلى تسرب اللون يظهر معايا، فاحنا عايزين نشوف الدرجة اللي بيوصل لها اللون او بيعملها اللون زي الفكرة دي، يعني فكرة بقول تغير اللون نفسه او فكرة ان هو يأثر على القماشة ويعمل عملية تشعب اللون ده. طيب اعمل ده ازاي؟ قال لي فيه بقى بيستخدموا كده سكيل معين، والسكيل ده بيسموه الجري سكيل، وده بيستخدم عشان يبدأ يشوف التغير في الكولر، يعني هو سكيل كده، والسكيل ده المفروض ان هو مدرج، خلاص مدرج بألوان، والألوان دي مدرجة واخدة أرقام، فاحنا بنبدأ نختبر القماشة بتاعتنا، وبعد كده ببدأ أقيس اللون على حسب الايه السكيل بتاعي اللي موجود ده، فبيبدأ يشوف التغير في اللون حصل تغير قد ايه. طبعا بيحصل عندي بيبدأ يقارن الديفرنس او الاختلافات اللي ناتجة بين اللونين، او خلينا نقول الكونتراست بين الاتنين، بين اللي تم معالجتها او عمل لها اختبار وبين العادية خالص اللي ما تمش لها اختيار، بيبدأ يشوف ده على السكيل بتاعه، بيقول لي ان الكولر فاستنس جريد او درجات الكولر فاستنس دي بتبقى متساوية مع الجري سكيل، فبيبدأ بيبدأ يحكم على الكولر بتاعه او الكونتراست او الديفرنس اللي حصلت دي، بيبدأ يقول لا ده بور، فير، مودريت، جود، اكسلنت، يعني بيديها في درجة كده، بحيث ان هو يعني هو سكيل هنشوفه مع بعض دلوقتي، والسكيل ده منظم بدرجات بألوان متوافقة مع فكرة الكولر فاستنس، فلو حصل تغيير او اختلاف في اللون ببدأ اقيسها على الدرجات دي، لو لقيتها بدرجة معينة ببدأ اقول له لا ده هنا حصل ديفرنس معين في فاحكم على القماشة دي ان هي مودريت، او بقول ان القماشة دي مناسبة للفاستنس كولر ده او الفاستنس ده فبتبقى جود، او بقول لا دي ممتازة فتبقى اكسلنت. وده هيتم بان احنا نبدأ نشوف السكيل شكله ازاي، وان انا اقيس ده ازاي مع القماشة او نتائج ظهور التجربة. تعالوا مع بعض كده نفسر شوية الجري سكيل. الجري سكيل بيقول ان هو سكيل بيضم بلاك اند وايت، يعني الوان ابيض واسود، ابيض واسود، درجات للابيض واسود دي. بيقول لي هو بيبدا يشوف عندي تاثير او الدرجات المناسبه، يعني هو الفكره ايه يا جماعه، ان انا بجيب قماشه بيضه خالص خلاص واثبت عليها اللون بتاعي او القماشه الملونه بتاعتي خلاص، وابدا اشوف عندي القماشه دي بدون اي اضافات او اي تاثير عليها، واشوف بعد كده اثر اجيب واحده تانية مؤثر عليها ليه، بحط القماشه البيضه دي تحتها بحيث ان انا اشوف هتاثر عليها بايه، هتبهت عليها بلون ولا لا. فببدا اخد القماشه واثر عليها، لو كان مثلا في بالووشنج اغسلها بماده معينه احط عليها الاسيد بتاعي او القاعده بتاعتي بحيث ان انا اشوف تاثيرهم ايه على القماشه.
تمام. ببدأ بعد كده اخد القماشة دي واشوف بقى، اخد الجزء الابيض اللي هو انا كنت حطاه معاه، هل الجزء الابيض ده لما اقيسه احطه مع المسطرة بتاعتي اللي هي السكيل بتاع الجري سكيل ده، وابدأ اشوف عندي الدرجات المناسبة ليها او اللي وصلت ليها، وبالتالي ببدأ احدد. الجري سكيل ده بيقول هو في منه نوعين، نوع بيحدد الكلر وفي نوع تاني بيحضر الستين. اللي النوع اللي بيحضر بي بي يعني بيبدأ يشوف التغيرات في الكلر ده بيتكون من 9 بيرز خلاص، وبقول ان هو الوانه كلها درجات الجري، بيبدأ يحط درجات من 1 لـ5، يعني هما 9 بيرز بيرز كده مع بعض، لونين مع بعض، غامق وفاتح، غامق وفاتح، غامق وفاتح بدرجات، وبقول ان هي من 1 لـ5 وكلها درجات في الجري. اما الستيننج سكيل بيقول ان هو ده بيبقى 9 بيرز برضو مع بعض، لونين مع بعض بس جراي ووايت، يعني حاطط ابيض ومعاه جراي، الجراي بدرجاته بقى، فده برضو واخده من الجريدز او الدرجات من 1 لـ5، واخد درجات من 1 لـ5، وانا ببدا احط قدامه القماشه واشوف اللون بتاعي مناسب مع انهي درجه، وابدا احدد في الحاله دي ايه الفاستنس للنوع ده او الافكتس دي. هنا بوضح اهوت، ادي الجري سكيل الاولاني بالنسبه للكلر او الشاد تشينج او التغيرات في الكلر، والتاني درجات في الاسترنج بتاعتي. طيب بالنسبة للأولاني بقول إن هو أديكوا شايفين أهو الدرجات الجراي كلها، هما بيرز 2 زوجي أهو، ودرجات واخدة من 1 لحد 5 فوق وتحت فوق وتحت لو خدتوا بالكم، وهتلاقوا عندي في الحالة دي يعني أدي البيرز أهو 2 2، دول 2 أهيت، كل 2 درجات، درجة غامق ودرجة فاتح. وفي الحالة دي بقول ان هما بيرز، بيبقى البيرز دي واخدة درجات من 1 لحد 5، وحاططها فوق وتحت بحيث ان انا ابدأ اشوف احط قصادها القماشة بعد عملية التأثير عليها بالعامل بتاعي المعين، وابدأ اشوف هي تاخد انهي درجة. طبعا على حسب الدرجات دي هنبدأ نشوف هو اللي بياخد عندي الجريد بتاعه ايه، جود مودريت اكسلنت كده. بعد كده عندي هنا بقول بالنسبة لدرجة الستيننج، احنا قلنا ان هو بتبقى واخدة وايت وجري، فالوايت ثابت والجري هتلاقوه بيتغير في الوانه، وهتلاقوها بيرز اهيت خلاص صفين طبعا فوق وتحت من الناحيتين، وبياخد من ايه من 1 لـ5 برضو. فاحنا هنبدا نشوف مع بعض بقى كل جراي لوحده او كل سكيل لوحده، بعد كده ابدا اشوف السكيل ده النتائج بتبقى شكلها ايه، اقدر افسرها ازاي، اعرف ان القماشه في الحاله دي جود ولا مودريت ايا كان عندي درجه اللون بتاعتي. اول نوع عندي اللي هو سكيل الجري سكيل للكلر تشينج، تغير اللون. بقول هو طبعا هنا بيبدأ يعين درجة اللون بتاعتي والفروقات اللون عن السامبل طبعا في الاوريجينال والسامبل بعد عملية الايه افتر تيستينج. طبعا هو لازم يبدأ يشوف هو مناسب للمستهلك بتاعه ولا لا، عشان لو في تغير عالي قوي لارج تشينج طبعا ده بيؤدي ان انا لا يناسب المستهلك، وببدا اشوف تعديل للالوان بتاعتي او اضافات تظبط اللون بتاعي. طيب بعد كده بيقول لي ان مهم قوي ان الجراي سكيل ده في حاله ان انا ببدا اعين منه الكواليتي بتاعتي وشده اللون بتاعي، فبالتالي بيبدا يوريني الجراي سكيل زي فكرة الصورة اللي تحت كده، هو ده الجراي سكيل اهو، وهو جاب اللون واللون اثر طبعا عليه بتست معين فاداني درجتين، اورانج غامق واورانج فاتح، فبيبدأ يشوف الدرجات دي مناسبة لانهي سكيل فيهم لانهي درجة فيهم، عشان يبدأ يحدد في الحالة دي الدرجة بتاعته او الكواليتي بتاعته عاملة ازاي. طبعا هنا واضح اهو انها من 1 لحد 5، طبعا ده 1 1 2 2 2 لـ3 و3 و3 3 لـ4 4 4 لـ5 5، فبيبدأ هو يشوف البيرز بتاعت اللون دي مناسب لانهي واحد في درجات ديت، الغامق والفاتح قصاد بعض، ويبدأ يشوف هو انهي درجة فيهم مناسبة ليه.
هنا اهو ده في المعمل جايب القماشة بتاعته لونها ازرق في اول حاجة، وبيبدأ يحط على القماش الابيض بحيث ان هو يدبسهم مع بعض، وبيدبسين طبعا من الناحية دي ومن الناحية دي بحيث ان هو يبدأ يشوف عندي اختلاف الالوان. يعني هو هيجيب القماشة البيضة يدبسها مع اللون بتاعه او القماشة اللي هيعمل لها التست، ويبدأ يحطهم مثلا عندي في جهاز. الجهاز ده طبعا هتشوفوها في الفيديوهات، الجهاز ده سواء كان جهاز لعملية الغسيل او جهاز لعملية تأثير سبليميشن او عملية الريسبيريتر او عملية الايه الرابنج، ايا كان من التست بتاعي. وبعد كده لما بتخرج بيبدأ يشوف بقى الستاندر بتاعه او الاوريجينال بتاعه واللوع التاني او اللون التاني اللي ظهر، ويحطهم قصاد بعض. ادي السكيل، ده شكل السكيل بتاعه بتاع الدرجات، بيبدأ يثبته جوه. طبعا السكيل ده هو بيبقى ممسوك من الناحيتين كده بمسمارين، وبيبدأ يدخل القماشة في المسمارين دول ويثبتهم مع السكيل بحيث انه يبدأ يعرف يقارن الألوان ويدي درجة مميزة للون ده، وتبقى هي دي درجة اللون او درجة الفاستنس اللي هو عملها. طبعا واضحة في الفيديوهات ده، بس الفكرة العامة لعملية التجربة العملية للفاستنس بروبارتس. ده فعلا هو تم عمل، جاب القماش وبدأ أثر عليه. طبعا عندي اللون البرتقاني ده الاساس بتاعه اللي هو الاوريجينال فايبر، اما الجزء الفاتح ده اللي هو اتأثر عليه، وهو طبعا هنا الفاستنس بتاعته اللي هو البيرسبريشن تيست اللي هو فكرة التعرق. فبالتالي لاحظ عنده ايه هنا، لاحظ درجة اللون بالشكل ده بين اللونين دول. طبعا هو السكيل بيقول ان انا لو ظهرت عندي 5 ده معناه ان مفيش تغير خالص، يعني الاوريجينال بعد ما اتأثرت بالعامل معين من الفاسترس هي، فبالتالي دي معناها اكسلنت، جيدة جدا. اما لما تكون طلعت درجة 1 ده معناه ان في اختلاف واسع جدا بين الاوريجينال وبين اللي اتأثرت بالعامل الفاسترس او الناتجة من الاكسبريمنتال. فبالتالي الفرق الكبير ده بيقول لي ان الدرجة بتاعتها بور وما تنفعش وسيئة جدا، وما تنفعش تخرج طبعا من المصنع بالشكل ده، ولازم معالجتها بشكل او باخر. طبعا الدرجات المتفاوتة بقى اللي في المنتصف بين 1 و5 بتديني بقى اللي هو فكرة ان هو في المنتصف، طب هو مودريت، طب هو جود، على حسب بقى. فبالتالي اللي هو مثلا النسبة اللي طالعة دي واضح ان هي طالعة من 3 ل 4.5، قال لي دي تعتبر هنا في الحالة دي جود، يعني من 3 ل 4.5 الدرجة دي جود. اما لما طبعا 5 يبقى اكسلنت، لو هي قربت من 1 ده معناه ان خلاص هي بقول ان هي مش جيدة للاستخدام ويرجع مراجعتها للمصنع تاني. بالنسبة بقى للنوع التاني اللي هو الجري سكيل بس الكولر ستاني، بنقول ان بالنسبة للنوع ده هو خاص لتعيين الكولر ستينينج اوف ذا داي او بالنسبة للفايبر بتاعتي. طبعا هو بيبدأ يشوف اللون بتاعي او الاختلاف الناتج عن عملية الفاستنس، بحيث يشوف مدى، يبدأ يحكم على مدى اللون ده عمل عملية توسع، يعني زي الفكرة اللي قلتله عليك ان هو يبقى ملطخ باللون حواليه. ده بالنسبة للستاني. طبعا هو السكيل نفسه احنا اتفقنا ان هو برضو عنده بيرز، فيرست بيرز، وكلهم من 1 ل 5 او من 1 ل 5، وبنقول ان هو بياخد الالوان اللي هي الوايت والجراي. بقول بالنسبة للسكيل ده مستخدم قوي في الفاستنس للرابينج، طبعا عملية الاحتكاك في دراي ويت، وكمان في الووشنج فاستنس، يعني اكثر استخداما السكيل ده في الووشنج وفي الرابينج. فاحنا بنبدأ نشوف برضو الرينج بتاعي
لو هو عند واحد ولا عند خمسة ولا في الوسط، وابدأ اقول هو excellent ولا poor ولا moderate بالنسبة للفاستنس دي او بالنسبة للمؤثر ده. فنبدأ نشوف كده كمثال ونعبر عن فكرة عملية الايه المقارنة بين الاوريجينال فايبر والاكسبيرمنتال فايبر او الناتج بتاعه. طبعا ده مثال قدامي، ادي السكيل ورا اهو، وعندي هنا جايب بالنسبة للاوريجينال فايبر هي الجزء ده، وده التستد فايبر، وبيبدأ يشوف عندي الفرق او الكونتراست بينهم، الديفرنس بينها وبين الجراي. وطبعا هنا برضو هيبدأ يشوف هو من واحد لخمسة ولا الدرجة من كام لكام، بيبدأ يحطهم قصاد بعض، ادي التستد وادي الاوريجينال، وبيبدأ يحطها. يعني ده مثال اهو، ان عندي ده ممكن اعتبره اهو ده السكيل بتاعي الجراي سكيل، وده القماشة بتاعتي اللي اشتغلت عليه، فبيبدأ يشوف عندي الاختلاف في الالوان والاختلاف دي عند درجة كام، ويبدأ يحدد الجريد بتاعها قد ايه. طبعا عندي هنا بيبدأ نشوف لو انا عندي الفاستنس بتاعتي الريد بتاعي جه عند 5، طبعا ده معناه ان مفيش ديفرنس، ما حصلش اختلاف، ان القماشه اكسلنت كويسه جدا، وان لما تاثر عليها بالرابنج او بالووشنج ما تاثرتش، واللون كويس وثابت. طيب بالنسبه بقى لو واحد بيقول لي، لو واحد في الحاله دي بيبدا يشوف عندي هنا ان اللون وايت اند جراي سامبل، لكن طبعا عند الفايف لو خدتوا بالكم هتلاقي الفايف هنا اهو بتبقى وايت سامبل ما تاثرتش، لكن لما بيبقى عند الوان بيبقى فيه هنا اهو فرق في الالوان بينهم، وبيبقى فيه وايت وجراي، فبيبدا يظهر عندي الكونتراست ده، والديفرنس بيبقى مختلف اختلاف كبير جدا، فبتبقى بالنسبه لي بور. يبقى هو هنا بيعين بيشوف مدى القماشة دي عملت ايه، عملت لوثت حواليها القماشة او الجزء الابيض اللي حواليها ده لوثته ولا ما لوثتهوش، او لوثته نسبتها قد ايه، الدرجة بتاعته قد ايه، ده بيقيس نسبة التانينج كولر بتاعته. هنا بيبدأ يعمل تجربة، والتجربة دي خاصة بان هو يشوف الكولر ستانينج، هنا الفاستنس بتاعتي بيرسبريشن، وبيبدأ يشوف الدرجة بتاعتها. طيب هو بالنسبة لي ده الجزء ده هو الاوريجينال فايبر، اما الجزء ده هو عبارة عن الناتج بتاعي بعد التأثير الكالر فاستنس بتاعتي اللي هي البيرسبريشن. فلاحظ هنا عندي الدرجات او الفرق في اللون، بيبدأ يشوف الجراي سكيل بتاعها، شوف الفرق بينهم، هيبص تلاقي انها واقعة عند 1.5، من 1.5 في الحتة دي بقول ان هو بدأ يبقى فير، ما هو عند 1 بيبقى بور، فير بعد كده بيبدأ يظهر يبقى جود في حدود من 3.5 ل4، بيبقى اكسلنت طبعا لما بيوصل لحالة 4.5 ل5، لكن في الجزئية دي من 1.5 ل2 ببدأ اقول ان هو فير. في الحالة دي طبعا هو يعتبر ان هو مش كويس في الحالة دي، وان الجودة بتاعته مش كويسة تجاه البيرسبريشن تيست. فالكالر ستيننج نتيجة التعرق بيحصل عملية اللي هو ان اللون يبدأ يعمل تلويث للجزء اللي حواليها او لباقي الفايبر بتاعتي. طبعا هنا هنبدأ بقى نشوف في الجدول انواع الدويز زي الدايركت والديسبيرس والرياكتيف والفات والازوج والفاسترز بتاعتهم المقابلة، اللي هي الووشنج واللايت والدراي كلينج، اللي هي فكرة الكي، البير سبريشن والرابنج. بنلاحظ عندي هنا ان في الدايركت داي بتبقى بالنسبة للووشنج واللايت مودريت ضعيفة، عشان كده كنت قلت لكم ان احنا عندنا بنستخدم في العملي ان احنا بنجيب الدايركت داي ونخلي الطالب يبدأ يعمل عملية صباغة للقماشة، لكن للأسف طبعا لما القماشة دي بتتغسل بيخرج، لأن الدايركت مودريت بالنسبة للووشنج واللاين.
لكن جود للدراي كليننج والبيرسبريشن ورابيك. بالنسبه للديسبيرز دراي هتلاقوها جود في كل الحالات كل الفاستنس. الرياكتيف اكسلنت للدراي كليننج والبيرسبريشن. اما الفات بقول هي اكسلنت للكل ما عدا طبعا الرابينج. في الرابينج بتعمل بتخف شويه اللون بيخف شويه ويبقى جود. في الازويك بقول ان هي جود في الفاستنس معظمها ما عدا الدراي كليننج والرابينج بتبقى ايه مودريت. فبالتالي هنا لازم تبقى حضراتكم عارفين مبدئيا بالنسبه للجري سكيلز سواء كان الكرر او ستينج لازم تبقوا عارفين لما يظهر قدامك رينج معين او درجه معينه تبقى عارف هو ده الرينج ده بيقول عليه هل هو فير ولا بور ولا جود ولا اكسلنت بالنسبه لي في الكالر سكيل والستانينج سكيل. طيب اما بالنسبه هنا بقى طبعا لازم تبقوا عارفين مين افضل عندي هنا الدويز المستخدمه او الفاستنس بتاعتها بتبقى اكسلنت. لازم تبقى عارفين ان الرياكتيف دي تعتبر كويسه في الدراي كليننج والبيرسبريشن. لازم تعرفوا ان احسن نوع واغلى نوع هو الفات داي لان هو اكسلنت بالنسبه لمعظم الفاستنس ما عدا طبعا الرابنج والدراي كليننج. فبنبدا نشوف اضعف حاجه عندنا الدايركت لان هي واخده مودريت في الوشنج واللايت وجود في الباقي فدي اضعف تعتبر دايركت داي. اما الافضل والاحسن والاغلى طبعا الفات داي ما عدا طبعا انديجو اللي فيها. فالرياكتيف اكسلنت جدا وممتازه جدا خاصه في الدراي كليننج والبيرسبريشن. فدي تبقى حاجات لمعلومات عارفينها لحضراتكم طبعا ايه احسن انواع الداي المستخدمه في الفايبر. كده بقى نبقى كده انتهينا من جزئيه الفاستنس بروبرتيز ونتنقل لفكره بقى الفايبر نفسها. تعالوا نشوف الفايبر وانواعها وعمليه الصباغه للفايبر دي.